مقري هذا في الكلام. علاش غتضربني يا خويا اللي قال الحق؟ ودابا انا قلت كلام الحق حتى غتضربني. كلام الحق هذا. ودار كلام الحق. وانت الطوموبيل ماشي ديالك. وانت اللي قال لك صافي هز التليفون. خويا هذاك التليفون ديالك. بالرامي الله يرحمه. مريضي مريضي السلام عليكم. واحد الدقيقة الله يرحم الوالدين. كي داير اخويا؟ عشر مبروكة. الله يحفظك. النهار عندي هذا ديال الكوارث اود عمي. مالك خويا اش عندك؟ يدي تفدعت واحد الفدعة نسيت السيرود. ربي يشافيك. السيرود ديال الطوموبيل نسيتو لداخل. الطوموبيل ديالك عشيري. الطوموبيل ديالي ود عمي. ودابا راه بغيت نحلها. ودابا انا كنت كنتفرج في يوتيوب. كنت كنتفرج في يوتيوب. عندكش طريقة باش تحلها؟ عندكش طريقة. راه داكشي اللي بغيت نقول لك انا في يوتيوب تفرجت قال لك خصك دير واحد الطريقة اجي نوريك. ها انت وقف هنا انتيا قال لك صبعك خصك دير شبر. تعبر شبر من هنا انت. دير شبر انت تما. ها انت شوف دير شبر. هاكاك انت شد البواني هذا باليد الاخرى فاش نضرب دابا انا فاش نضرب جر البواني فاش نضرب هكا جوج ضربات انت جر البواني شي الله يرحم لك الوالدين مد لي اخويا داك التويلي فيه الله يرحم لك الوالدين الله يسهل عليك اخويا الله يرحم باك سيد سيد اخويا بس الساروت ما عرفتش انا فين مشى مش لداخل شوف شوف قلب علينا كاين لداخل شوف الله اللي يكون طايح لي تما ولا شي حاجه شوف بعرف شوف اود عمي دابا انا راني ديما نقدرش نسوق دابا شكون نسيتيه في شي بلاصه ما نقدرش نسوق قلب قلب شدو شدو عندك اود عمي ما كاينش تما حل هذيك حل هذيك الشريف لا ما كاينش سلام عليكم نتوما اخويا شكون انت انا واقف معاك اضرب معايا شكون نتوما خويا انا كنعاون هاد السيد هذا قال لك مضروب انا حل لي الطوموبيل خويا انت حل لي الطوموبيل حل لي الطوموبيل ديالي جاب التليفون انت تقول لي انا تنعاون هاد السيد خويا انا مريض من يدي شكون انت انا خويا دايز شكون اللي حل الطوموبيل فيكم هاد السيد هذا حليناها بجوج ها حليناها بجوج لا خويا لا هذا كذاب هذا ياك تقلت الطوموبيل ديالك ما ديالش اخويا الله يا ودي ومشي انا اللي كديز من لي انا ومن هي ماشي ديالك اش معيط عليا وانا اللي كديز من لي وعيطتي لي انت وانا اللي كديز ماشي انت انا خويا انا ما مشيت بلاصه انا خويا راه البصمات ديالو البصمات ديالو انا اللي كنت دايز ماشي انت اللي كنتي دايز انا اللي كديز انت دابا وليتي دايز وانا اللي كديز مال انا كتقلب شكون اللي حل الطوموبيل هو خويا هو انا غنعرف عندي الكاميرات ديالي خصني نعرف هو خويا البصمات ديالو شوف الطوموبيل شوف علاش خويا غوتي عليا انت كاع علاش وانا كنعرفك واش غوتي عليا وفي معاك كنعرفك شتي غوتي عليا ما كتعرفش اش غوتي عليا ما كتعرفش اش بغاو علاش غتحط يديك على الطوموبيل قال لك قال لك حل حل وعلاش غوتي عليا انت اصلا وانا ما غوتش لك اصاحبي انت اللي غوتي عليا خويا انا من اللي بعيد تتبان لي انت خمختي في الطوموبيل لا راه شفار باينه وقال شفار اللي غوت عليا قال لك قلب على الكونطا هو واقف برا خويا انت معاه غوتي عليا اخو ما غوتكش اللي غوتي لي صاحبي خويا ما مرساش اخويا يدي ما فيها والو خويا انا ما يدي ما فيها والو خويا انا لا هو اللي داخل لي في الطوموبيل داخل وقال هو اللي قال لي اخويا واش انت اللي قال لك انتحر عاد انتحر لا قال لك كل انت اللي قال لك حل تبقى تحل مثلا البوليس جايين ونشوفوا شكون اللي كان خويا شكون اللي حل لي الطوموبيل هو اخويا انا شاهد معاك نشهد معاك الطوموبيل راه هنا وقيلا ماشي لا وقيلا نشمق عليك وقيلا مقري هذا في الكلام علاش غتضربني اخويا اللي قال الحق ودابا انا قلت كلام الحق انت غتضربني كلام الحق هذا ودار كلام الحق وانت الطوموبيل ماشي ديالك وانت اللي قال لك صافي هز التليفون خويا داك التليفون ديالك بالرامي الله يرحم الوالدين واش التليفون ديالك اخويا واش الطوموبيل ماشي ديالك الطوموبيل ماشي ديالك ماشي ديالي اخويا غوت عليا انا وانت اللي غوت عليا صافي واش تحمقني ولا مالك انت شفتك مخشي هنا قال لك ولا ما قال لك هاد الهضره انت اللي باغي تحمقني واش دابا انت حماق ولا وانت اللي قلت لي غتحمقني قلت لي دابا انت كتحماق عليا علاش اخويا وانا اللي دايز انت مخشي في الطوموبيل انت صافي مخشي في الطوموبيل ولا لي وخبيجي لا خويا عيط لي انا راه عندكم بجوجكم لا خويا خويا انا ماشي سوق خويا انا عندي الورق ديال الحمق انا راه حمق عندك الوراق عندي الوراق نعطيهم لهم في لابيجي في لابيجي خويا نعطيهم لهم الوراق ديال الحمق انت عندك شي سوار ديال الطوموبيل علاش انت جالس لداخل اللي ما قالش اخويا شفتك انا بعيني لداخل راه الكاميرا عندي وهز التليفون هز التليفون هز التليفون راه هو التليفون فيه لي زومبرانت ديالك راه هو لي زومبرانت ديالك ترى انت مالكم اصاحبي تولي تسرقوا اصاحبي شفرك ثلاثه اصاحبي اللي ما لقى ما يديرون يسرق علاش لعنت الله يوعي عليك راه هي هذه راني عيطت الله يوعي عليك علاش اخويا غوتي عليا حلي الطوموبيل وليتي في الاخر مسق لي انا المنتج يوا دابا انت انت دابا دابا ودابا انت ود عمي وانا اللي دايز ود عمي شوف شريف شريف اسمح لي واحد الدقيقه انا مسموح انا دايز الهضره قولها للبوليس هما جايين انا دايز من لهيه ما كنتيش دايز راه كنتي واقف
انا كنت واقف. اه كنتي واقف. انا انت راه واقيلا حماق وخصك شد القانيت باش ترجع. علاش اخويا غضربني؟ راه نضربك. غضرب واحد حماق. جاتني حشومه وما نضربك. علاش اخويا؟ جاتني حشومه وما نضربك. علاش غضربني؟ راه نضربك قلت لك. علاش اصاحبي؟ ولكن انا جاتني حشومه. كيفاش جاتني حشومه؟ وانا سرقتك درت لك شي حاجه. اه ماشي في عيني. وانت ملي لقيت لقيناك في الطوموبيل. علاش اخويا تغوت عليا انا بالطوموبيل ماشي ديالك؟ اه؟ علاش تغوت عليا؟ واش انا غوت لك انت اللي غوتي لي؟ انا راه هبيل. راه غوتي وانا راه هبيل. هبيل جلس في داركم اصاحبي. انا هبيل اصاحبي. انا اللي قلت لك اصاحبي. ونتايا لقيتك لداخل عندي في الطوموبيل. وبيناتكم هو يحط لهم وراك حماق. وانت تقول لهم انا راه هو اللي قالها ليا. هو راه بان له التليفون الايفون ياك. هذاك ايفون ياك اخو دعم. ها ايفون هذا. انت دابا حماق وعارف الايفون. لا هذاك راه معروف ايفون هذاك اخو دعم. ايفون. ها ايفون ماشي ايفون. هذاك راه خذوه تخلصوه. راه هو هو شريف اخويا. انت اللي غوتي عليا. ها انت اللي غوتي عليا. وانت سماك الله. سماني الله. انت كتقلب على سماني الله. وحنا بغينا دابا نعرفوا السميه ديالك. هذه راه واحد الكاميرا خفيه. ولا صاحبي. شوف شوف شوف. اه بغينا نضحكوا معاك. شوف صاحبي شوف والله تابعي شوف شوف فيا مغزى البوليس كذا. بغينا بغينا نضحكوا معك اخويا. انت مخشي في الطوموبيل كامل. وانت دابا دابا اللي قال لك تخشى. شوف اللي قال لك تخشى دابا انت تخشى. راه بنادم اصاحبي انا بغينا نديرو اخر بنتي ليا من الاول. شوف هذا الوقت. شوف هذا الوقت. شوف نقولها لك هذا الوقت دير الخير في راسك. ورا ما كذبتيش الخير ديرو في امك وبوك هذا الوقت. صافي قول لي خير بشي واحد. قول لي واش هانيه. هانيه اخويا كون روح رياضيه ما تقلقتيش علينا. ها سموحه 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 الله يسامحك. سموحه تسمك الله كثير. جمال خويا جمال. ولكن اخي جمال راه واو شوف. ها ها الطوموبيل ومش مرة اخرى جمال اخويا هذا راه ميساج. هاي مرة اخرى ما يقولش شي واحد عاوني مرة اخرى ما تعاود ما باقيش ديرها. الله يحفظك. والله العظيم بالله اخي جمال. قول لي واش تبغي تدوز معنا ولا كون روح رياضية. هانية تحية من عند الفنزازيين خوتي. تحياتي تحية. ما بقاش يتقيد خوتي في مي يقول لكم شي واحد يجي يعاونوني في شي طوموبيل. واش عاوني يلا الاخوان تحياتي لكم ومع